السلام عليكم. اولا حبيت اعمل الفيديو ده عشان حاجه واحده بس، عشان الهبد اللي احنا سامعينه الايام دي على النادي القرن. يا حبايبي يا كباتن يا ناس، النادي القرن خلاص الموضوع انتهى، محسوم من 20 سنه، جايين تتكلموا من 20 سنه. وبعدين من حق النادي الاهلي لانه اكثر تتويجا بالبطولات واكثر تتويجا بكل حاجه، يعني عاوزين تعرفوا. طب تعالوا نقول لكم حاجه بسيطه قوي، لو جبنا اي لاعب من 50 سنه لعب في النادي الاهلي، لو لعب 3 4 سنين 5 سنين هتلاقيه واخد له حوالي 8 9 بطولات. طيب سيبكم من الهبد ده في البدايه، تعال نتكلم على القرن الثاني اللي هو ال 20 سنه عدينا منه. 20 سنه النادي الاهلي توج عارفين 43 بطوله، يعني النادي الاهلي في الوقت الحالي ممكن يقعد 20 سنه ما يلعبش ما حدش يقدر يحصله، او 30 سنه كمان ما حدش يقدر يحصله. ولكن في حاجه مهمه انا عايز اقولها لكم، حتى تتويجا بالدوري هقول لكم حاجه غريبه قوي. تخيلوا ان النادي الاهلي اكثر تتويجا في الدوري في مصر، كلنا عارفينه، عارفين مين رقم اثنين؟ حسام عاشور 13 بطوله. يعني لازم نعمل، طيب تعالوا نتكلم على واحد بس، اي واحد من جمهور النادي الاهلي العظيم اللي بيحب ناديه، اي واحد فيهم هتلاقيه لو عنده 30 سنه تلاقيه مثلا اتقال له 70 80 90 مبروك، لانه خد له حوالي 90 80 بطوله في ال 30 سنه اللي فاتوا. يعني نعقل بقى شويه. وفي الاخر عايز اقول ان احنا كمان بننافس على افضل نادي في العالم تتويجا بالبطولات. يعني هقول لكم ايه ولا ايه ولا ما النادي الاهلي فوق الجميع، النادي الاهلي ملوش منافس في اي حته. وارجو ان احنا نقعد في البيت والتباعد علشان الامر هان ان شاء الله، وهترجع لنا الحياه عاديه، ويا ربنا يحمي مصر ان شاء الله.